نحمد الله المجيب كل دعوات لنا لا لنا رب سواه إنه البر العليم ربنا صلى وسلم كل حالة على أحمد الهادي والين والصحاب والبليم نحن ندعو ربنا الكريم في توسل واستغاثة بقرة عيننا مدى غربلين لا إله إلا الله صل لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله قد رجونا النصر والفتوح في أمورنا سيما في أمرنا بجاهكم مدى غربلي لا ليس إننا نأتي إليكم للإذاعة ما بينا شدة ثم ما فاتي يا شيخنا مدى غربلي ليس خسران لمن أتى إليكم طالبا بل بما طلب الله قد فاز يا مدى غربلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله كم مريض قد أتاه كامل الشفاء بكم ليس بالعلاج بل بالقول يا مدى غربلي كل عفريت وشيطان وجن ماردين أذهب أمبا نجينا يا قطبنا مدى غربلي كم كروبات كشفتم عن حزين تائه فكشفا عن الردى يا شيخنا مدى غربلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله نتوسل بالعباب والبطول المستطاب والنبي
ثم الصحابة فعسى دعوة مجابة أعلم زوجاتي قادرة قد تلقت منه أمرا خطبت أحمد بكرا غنمت منه شبابا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى ربي صلي وسلم إنها زوج الرسول إنها أم البتول فوق تصوير العقول مجدها تلك الحبابة صلى الله صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صلي وسلم ما لها قد أنفقته ولطه وهبته دثرته زملاته هونت عنه صعابا أرنا وجه الرسول وخديجة والبتول وبني زهر الفحول ربي عاجل بالإجابة صلى الله على محمد الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صلي وسلم فرشد مايا